صورت من المرضى اللي برا تعبت تعاملت الصيف صورت لنا هذه اي تعلمنا تستني الحمد لله بخير وهي الوضع حلو يعني فاتين سعيد اللي هم احنا اختارين على النقطه داله علينا فاختارنا مستشفى الزعفران عشان يشتغلون وزرنا المرضى برا هات ما قصروا ويانا لا عشان يشتغلوا نظافه ترتيب والامور طيبه والله حتى السيد المدير العام اجى وشافهم الله يبارك